اعتماد الزاهدي الكاتبة ديال الاتحاد ديال التجمع الوطني الأحرار بعمالة الصخيرات تمارا، وكذلك رئيسة مجلس العمالة. اليوم كان تواصل ديال الفاعلين السياسيين، يعني بحكم أن الشبيبة التجمعية دارت هذا المنتدى الوطني المنتدى الإقليمي في سلسلة ديال المنتديات اللي مبرمجة على المستوى الوطني، واللي حنايا اليوم اختارينا له الموضوع ديال الدعم الاجتماعي، لأنه ورش كبير جاية به الحكومة يعني تحت القيادة الرشيدية ديال جلالة الملك نصره الله، باش أن هذا الورش يعني البداية ديالو هذا الشهر هذا بناء على القوانين والمراسيم اللي هي غادي تتم التنزيل ديالو فيها، فكان ضروري أننا نتواصلوا مع واحد الفئة واحد الشريحة ديال المجتمع اللي ضروري التواصل المباشر ديالنا معاها، باش أننا نعرفوا الإشكالات في التنزيل، نعرفوا الإشكالات اللي كتخبط فيها باش أنها تسجل في هذه السجلات اللي باقي عندنا واحد الطريقة، يعني أن كاين غدا بواحد الطريقة متوسطة وكاينين يعني أخطاء في الطريقة ديال التسجيل، فكان ضروري أننا نتواصلوا ونشرحوا هذا البرنامج باش يفهموا ما لهم وما عليهم، يعني يعرفوا كيفاش غادي يتسجلوا، يعرفوا الأسر اللي هي فعلا غتستفد في النسخة الأولى ديال الحماية الاجتماعية، وكذلك الدعم المباشر للأسر المعوزة اللي اليوم وصلت ل 4 مليون يعني أسرة في البرنامج الحكومي، وهذه العملية هذه إلا ما كانش التواصل المباشر فيعني الأجراء ديالها غادي تعرف مشاكل، وحنا يعني فضلنا بأنه يكون تواصل مباشر اللي غادي تجي من بعد منه، كما يعني سبق وعلنا دابا في هذه الندوة هذه، على أن غادي يكون نحاولوا ما أمكن نقربوا العملية للتسجيل لهاد الأسر ونوصلوا عندهم، ونحاولوا حنا كفاعلين سياسيين كاملين على مستوى الإقليم أننا نتجندوا باش أننا نوصلوا لهم المعلومة ونوصلوا لهم الطريقة ديال التسجيل الصحيحة باش يمكن لهم يستفدوا من هذا البرنامج اللي هو يعني ورش كبير واللي غادي يكون عنده أثر اجتماعي واقتصادي على البلاد في السنوات القادمة، وإن شاء الله غادي يكون يعني بشكل اللي حنا باغيينه واللي باغيه جلالة الملك للبلاد والعباد إن شاء الله. شكرا. هذه القافلة حطت الريحة اليوم في الإقليم ديال الصخيرة تمارا، واللي ناقشنا فيه موضوع هام جدا اللي كيتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، هذا الورش الملكي الهام اللي اليوم جات الحكومة ونزلاته بالاحترافية اللي فيها، وأكيد أنه القاعة كان فيها تفاعل، كان فيها نقاش، كانوا فيها استفسارات وتساؤلات. اليوم القيادة ديال الحزب اللي كنشكروها على الحضور ديالها، وكذلك كان هناك واحد النقاش وتفاعل جد مفيد وغني مع الإخوان والأخوات اللي جاونا من مختلف الجماعات ديال العمالة ديال الصخيرة تمارا، واللي حضروا معنا ونقلوا لنا المشاكل اللي كيعانيوا منها في أرض الواقع، لأنه أكيد أنه هذا المشروع هو كبير جدا، أكيد أنه غادي يلقى بعض الصعوبات في التنزيل في المرحلة الأولى. حنا اليوم كنبنيو، وفي هذا البناء أكيد أن ما عندنا شك بأنه غادي يمشي في المسار الصحيح ديالو، لأنه كاينة إرادة قوية، كاينة ميزانية كبيرة لترصدات لهذا المشروع اللي هي 25 مليار درهم، هي ميزانية غير سهلة وما يمكنناش أن نقولوا بأنها بسيطة. اليوم الحكومة قدرات أنه تجيب هذه الميزانية وتنزل هذا المشروع بالمراسيم التنظيمية والتطبيقية ديالو، وإن شاء الله غادي يستفدوا منها 60% ديال الأسر اللي ما كتستافد من حتى شي نظام ديال التامين الاجباري على المرض ولا من لا سينيسيس، وبالتالي هاد 60% حنا بغينا بانه الناس يتشجعوا ويتسجلوا، لا سواء في السجل الوطني للسكان، لا سواء في السجل الاجتماعي الموحد وفي المنصه المخصصه للدعم، لانه هذه هي الوسيله الوحيده اللي غادي تمكنهم من انهم يتوصلوا بالدعم. وهذا تكثيف الحملات التواصليه التوعويه ديال الناس خاصهم يتسجلوا في هاد الثلاثه ديال المواقع غادي تستمر، لانه احيانا كنلقاو بانه الناس ما عارفينش كيفاش، يا اما ما عارفينش يا اما ما فاهمينش كاع ولا ما عندهمش كاع المعلومه، وهذا هو الهدف من هاد اللقاءات اللي كنديروا، اننا كنأطروا المواطنين، وهذا كان لقاء افتتاحي في الاقليم ديال الصخيرة تمارا، وغادي يتواصلوا لقاءات محليه باش نقربوا من الساكن اكثر. اليوم حنا كنا بغينا نديروا السياسه كره درناها، الناس كانوا شحال هادي كيخسروا جوج دريال على واحد الموضوع كيزغرتوا بها عامين ثلاث سنين، حنا اليوم جينا بواحد المشروع كبير بميزانيه كبيره، وحنا ما كنديروش بهذا الشيء السياسه، لانه الهم الاول والاخر ديالنا هو ذاك المواطن المغربي، واننا ننزلوا والاوراش الملكيه زعما بالغيره والوطنيه اللي فينا، وما غاديش ندخلوا في الحسابات السياسيه رغم انه كاين ما يتقال، ولكن هذه اللحظه كتستدعي منا اننا نكونوا وطنيين ونشتغلوا باش هذاك المواطن اللي كيعيش في وضعيه هشه انه يستفد من هذاك الدعم اللي اليوم كتوجهوا ليه الدوله. السلام على اشرف المرسلين، حسين بن طيب نائب برلماني عن دائره طنجه اصيله، عضو المجلس الوطني حزب التجمع الوطني للاحرار. اليوم حنا في اطار بسط وشرح مفاهيم ديال الاصلاحات الاجتماعيه اللي جات بها الحكومه الاجتماعيه في التنفيذ ديالها والتنزيل ديالها برؤيه ملكيه راشده ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، واللي كتخص اليوم عدد ديال الاسر اللي ما كيستافدوش من اي دعم ومن اي برنامج في البلاد. اليوم هذا البرنامج ديال الدعم الاجتماعي المباشر
واللي هو إصلاح من الإصلاحات اللي كتمثل ثورة اجتماعية، واللي هو نموذج لدعم القدرة الشرائية، واللي جاب المفهوم كم تنفق الأسرة، ما جاش واش عندها ولا ما عندهاش، وإنما كيعتمد على درجة الإنفاق وفاش كيتحدد العتبة. اليوم الثورة الاجتماعية اللي كنقولوا بالخصوص هذه الإصلاحات الاجتماعية واللي جات كتكمل إصلاح المنظومة الصحية، وباش كنوصلوا لذاك الحماية الصحية، التغطية الصحية، التأمين الإجباري على المرض. اليوم كنقولوا نديروا أوسع نشر لكي الساكنة المواطن والمواطنة يفهموا ويمشيوا يتسجلوا في السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، والسجل ديال الدعم المباشر. علاش؟ لأن باش نقدروا ننزلوا هذه البرامج وباش نقدروا أننا نقولوا نجحنا، هو عملية الاستهداف تكون جد متميزة، واللي عنده الحق يستفد يوصل له المعلومة، وهذا هو المصعد الاجتماعي اللي كنطبحوا له باش نقدروا نزيدوا ورفعوا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ديال بلادنا. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.